لأن أنا الخميس بعد ما راح أجي. ليش؟ بروح علم حديث وبمشي نفس كل مرة. يعني أروح الساعة 10 وأجي؟ إيه دام ضاري مهم داوم الساعة 11 بيداوم. لا الساعة 11 مهم داوم. حتى الساعة 11 إيه ما راح يداوم. إيه متى ما راح يداوم؟ الساعة 11 و12 و3 لا و2 ما في. خلاص عجل تعال الساعة 10 وامش. صدقك أنت؟ إيه ستكون مجنون إن قعدت بكل هذا البرك هذا. لا بصدقك يا اجي الساعة 10 يا ترى محمد الحين داخل هذا المصاحب برايل. ابي افهم شنو هذا كله. ترى القرآن كله 1000 صفحة لا تحطينه بكل المجلدات هذه. يعني احنا الحين مثلا انا بقرا برك والله ما يطلع. طبعا انت صليت الظهر انا ما صليت. والله لا صليت الظهر ولا صليت الفجر. نمت وجيت حتى علم حديث ما رحت. انا تعبان اليوم يعني.